حلول حدث المدير. أهلاً 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 فوزية. لا أهلا ولا سهلة. خير 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 خير. مو بده يجي الخير. أنا أبوك لطلبت إنه تضبطوا لي دوامي وشيل أظهر على الساعة 3 بدل الساعة 5 وقالوا لي إنه حضرتك لفضت فبليز اقبل استقالتي. لا 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 ما بدنا نوصل لهون. صحيح يا فوزية إنه أنا رفضت، بس رفضت لأنه مثلك مثل باقي الموظفين بيخلص دوامهم على 5 مش على 3. لا أنا مش مثلي مثلهم، أنا وضع استثنائي. وضعك استثنائي؟ إيه بس ما حدا قال لي. خير شو هالوضع؟ شخصي. شخصي؟ تعي فوزية تعي. شو؟ جيكي عريس؟ من وين لوين بدي يجي العريس؟ وأنا عم بضهر بهيك دوام مع أحلى مصيب حياتي. إيه بس أنا شو خصني؟ أنت ما خصك، بس أنا الحياة على طول بتعكسني. يا فوزية يا حبيبتي ماني فاهمين شو عم تقصدي. أنت ليش بدك تظهري على الساعة 3؟ لأنه صار لي يومين عم بضهر للساعة 5 على التويت الشتوي. ايه ساعتين مشي لحتى اوصل عالبيت، لا حدا بيزنخ علي ولا حدا بيلطشني لانه عم بتكون الدنيا معتمه، ما حدا عم بشوفني. مش حلام هيك جمال يندفن.